الحلقة الجاية هنتكلم عن ايه؟ هقول لكم كده بقى حاجات تشويقية. هنتكلم عن اختبار الحمل. فاكرين لما قلت لكم في الحلقة الأولى أو الثانية تقريبا، اختبار الحمل ده دقيق ولا مش دقيق؟ اللي احنا بنعمله في البيت ده دقيق ولا مش دقيق؟ هنتكلم عن محاذير الأدوية العلاجية في الحمل. يعني حد واحدة حامل لا قدر الله عيت، جالها برد، جالها حاجة تنفسية، جالها حاجة في المعدة مثلا، طب الأدوية دي ايه المحاذير في التعامل معاها؟ هنتكلم عن الرياضة خلال الحمل، هنتكلم عن تأثير النزلات المعوية على الحمل. يعني موضوعات كده إن شاء الله هتكون مفيدة جدا لحضراتكم. برجع وأفكر حضراتكم تاني إن النهاردة كانت نهاية الحلقة الثالثة من سلسلة حلقاتنا الخاصة عن الحمل. أرجوكم ارجعوا لها على وسائل التواصل وعلى اليوتيوب، هتستفيدوا جدا جدا. وإن شاء الله إن شاء الله هنلتقي معاكم الأسبوع القادم السبت القادم وحلقة جديدة من يحكى أن، ومحطة جديدة أو محطات جديدة في رحلتنا عن الحمل. تحياتي.